هذا علم الجزائر بالطبع. منذ الوهلة الأولى تبدو مظاهر الابتهاج وكأنها في إحدى ضواحي العاصمة الجزائرية أو في جنوب إفريقيا حيث يشارك المنتخب الجزائري في كأس العالم، لكن الابتهاج كان في منطقة فينسبري بارك أحد أحياء شمالي لندن حيث توجد الجالية الجزائرية بكثافة. قبل بداية مباراة الجزائر إنجلترا بنحو 5 ساعات بدأ أفراد الجالية الجزائرية يتوافدون على هذه المنطقة من كل أنحاء العاصمة البريطانية لندن لتشجيع المنتخب الجزائري رغم بعدهم آلاف الكيلومترات عن جنوب إفريقيا والجزائر موطنهم الأصلي. تابعنا المباراة في إحدى المقاهي الجزائرية التي يعج بها شارع بلاكستوك رود في منطقة فينسبري بارك. قبل دقائق من بداية المباراة كان المشجعون يطاردون عدسات كاميرتنا، لكن وبمجرد الإعلان عن بداية المباراة شخصت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. تحصروا كثيرا على الفرص التي ضيعها المنتخب الجزائري، لكن مع نهاية الشوط الأول عادت البسمة إلى وجوههم. نتيجة الشوط الأول وإن كانت من دون أهداف اعتبرها المشجعون مرضية، خاصة مع تحسن أداء المنتخب الجزائري وهو ما زاد من تفاؤل المشجعين. لم تكن النتيجة كما تمناها الجزائريون بعد أن عادت الروح القتالية إلى محاربي الصحراء. عاش المشجعون لحظات صعبة خاصة عندما ضغط المنتخب الإنجليزي على أشبال سعدان، لكن بسالة الدفاع الجزائري أثلجت صدور الكثيرين هنا. والله يعني أداء ممتاز، يعني لعبوا يعني ب 91 دقيقة وداروا تعادل يعني 0-0، يعني كانت مقابلة جيدة. كم الحمد لله راهو تعادل مقنع، أداء جيد، إن شاء الله يا ربي نفوز على الأمريكان والجزائر. بعد نهاية المباراة جاشت بالجزائريين شوارع منطقة فينسبري بارك التي باتت تسمى بالجزائر الصغرى، والمشجعون واصلوا فرحتهم بعيدا عن شاشات التلفاز وإلى الشوارع التي عجت بهم وسط تشديدات أمنية مكثفة. هؤلاء معظمهم عاشوا سنوات الجمر في الجزائر، لكن وبعد عودة الاستقرار السياسي باتوا يبحثون عن الذات، عن الوطن الذي يحتضنهم، عن أي شيء يستوعب انفعالاتهم المكبوتة، فوجدوا في كرة القدم ضالتهم. لم يحقق الجزائريون الفوز، لكنهم أعادوا الثقة إلى نفوس مشجعيهم. ورغم خسارة سلوفينيا إلا أن هؤلاء ظلوا يتابعون كل صغيرة وكبيرة عن المنتخب الجزائري الذي بات جزءا من حياتهم اليومية. هؤلاء لا يعرفون هذه الأيام إلا الحديث عن منتخبهم الوطني الجزائري، ربما وجدوا فيه متنفسا للتعبير عن انتمائهم والتواصل مع وطنهم الأم. عبد القادر بلحاج، BBC لندن.